استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي صباح اليوم الفريق طيار مارتن سامسون كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط البريطاني وفي بداية اللقاء رحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط البريطاني والوفد المرافق حيث أشاد سموه بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين مملكة البحرين مع المملكة المتحدة الصديقة التي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات ولا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.